متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات الحالة الجوية اليومية في المملكة خلال الفترة القادمة. انحسر المنخفض الجوي واستقرت الأجواء، وكان قد جلب كميات أمطار هامة جدا إلى المملكة، اقتربت من حاجز 200 مليمتر في أجزاء من محافظة البلقاء. نستعرض معكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة. نبدأ معكم من خلال هذا الملخص للحالة الجوية المتوقعة. أجواء باردة عموما مستمرة خلال الفترة القادمة، ودرجات حارة دون معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل. توقعات بتجدد هطول الأمطار تدريجيا خلال ساعات عصر ومساء الأربعاء حتى ساعات فجر وصباح الخميس، بالتزامن مع تأثير لامتداد لمنخفض جوي، لكن هذا المنخفض الجوي يتحرك بعيدا عن المملكة، لذا سيكون التأثير الزمني مقتصر على فترة العصر ومساء الأربعاء وصولا حتى فجر وصباح الخميس، وتكون الفعالية الجوية ضعيفة في عموم المناطق، لكن مع هطول زخات أمطار متوسط الشدة في شمال وسط المملكة والمرتفعات الجبلية الجنوبية، لكن لفترات محدودة. توقعات باستقرار الحالة الجوية تدريجيا نهار الخميس والجمعة والسبت مع ارتفاع في درجات حارة، لكن يوم السبت القادم مع نشاط في الرياح الشرقية التي تزيد من الإحساس بالبرودة. آخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لدينا هنا خصيصا في طقس العرب، نلاحظ معكم وجود كميات كبيرة من السحب الركامية الممطرة المرافقة لهذا المنخفض الجوي، لكنها تتحرك بعيدا عن المملكة نحو غرب سوريا ولبنان، محدثة أمطارا غزيرة في تلك المناطق، كما نلاحظ في حين نلاحظ أن المملكة خالية تماما من وجود السحب الممطرة مع تناثر بعض السحب المنخفضة والمتفرقة في سماء المملكة. توقعات الأمطار الخاصة بالفترة القادمة، نلاحظ معكم خلو سماء المملكة يومي الاثنين والثلاثاء من تواجد للسحب الركامية الممطرة، في حين يتوقع أن يؤثر حزام نشط من السحب الركامية الرعدية على لبنان وغرب سوريا كما هو ملاحظ من خلال هذه الصور، ليصل هذا الامتداد للمنخفض الجوي نحو المملكة تدريجيا مع ساعات عصر ومساء الأربعاء كما هو مبين. تكون هذه الفعالية الجوية أكبر صوب الاتجاه نحو شمال دولة فلسطين كما هو مبين، تصل بعض هذه الفعالية الجوية مع ساعات منتصف ليل الأربعاء أو الخميس وفجر الخميس نحو أجزاء من مرتفعات الكرك والطفيلة، لكن بفعالية جوية ضعيفة عموما. يوم الخميس تستقر الأجواء تدريجيا في عموم المناطق. ننتقل معكم للحديث حول الحالة الجوية المتوقعة خلال الليلة القادمة في العاصمة عمان، تقريبا 8 درجات مئوية هي درجة حارة الصغرى المتوقعة، مع أجواء باردة بشكل عام، باردة بشكل لافت فوق مناطق السور الشرقية، مناطق البادية، مناطق جبال الشرار. نلاحظ معكم استمرار نسب الرطوبة المرتفعة مع رياح جنوبية غربية خفيفة السرعة. التوقعات الجوية الخاصة بالثلاث أيام القادمة، نلاحظ معكم أجواء باردة ومستقرة نهار يوم الثلاثاء وليلا وحتى ساعات صباح وظهيرة الأربعاء، في حين تتأثر المملكة بهذا الامتداد للمنخفض الجوي عصر ومساء الأربعاء، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات أمطار متوسطة الشدة إجمالا في شمال وسط المملكة، تكون ضعيفة إلى متوسطة الشدة مع انتصاف الليل فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية. تستقر الأجواء تدريجيا عصر ومساء الخميس كما هو مبين، لكن مع انخفاض في درجات الحارة ليلا بشكل إضافي. كان كل ذلك حتى اللحظة.